السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبعين الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من دوار بالناصر الشمالي، كما كتعرفوا عملية الهدم بدات غادية وكتقال، وآخر عملية هدم كانت هي جوج براكات نهار الجمعة. من بين أبرز المشاكل هي اللي غادي نعرفوها دابا في هذا الفيديو هذا إن شاء الله. ندخلوا لهاد البراكة ونشوفوا شنو كاين إن شاء الله. جو معانا، كنتمنى من الله الاخوان كلشي بارطاجي الفيديو باش الرساله توصل ان شاء الله ونعرفوا بالضبط شنو واقع. كما كتشوفوا البراكه راه غاديه هنايا طول، وهنايا كما كتشوفوا الناس هنا فين ساكنين تحت الرحمه ديال الله عز وجل. نطلبوا الله يدير شي تاولد الخير، ونطلبوا الله في اقرب وقت يتقضى الغرض. المهم تي سميتك باركه. المهم مباركه، المهم مباركه، شنو المشكل اللي عندك؟ المشكل ما عنديش باش نخلص، عطوني درت القرعة وما عديش باش نخلص، وانا كنطلب الله والمحسنين، كنطلب خوتي الاسلام يشوفوا من حالنا. عندي بنتي ميتة مخرية جوج دراري، ربيت الولد ربيت البنت، كنخدم عليهم كنسعى عليهم وكنخدم كبرتهم. دابا كنطلب من الاخوان شوفوا المحل رايب وقلت شد، راجل مريض انا ما كنطلبت الحاجه، وانا دابا كنطلب ربي وخوتي يشوفوا من حالنا. قالوا تخلصوا 10 مليون وانا ما عنديش 10 مليون، قالوا لي تبقي 3 مليون انا ما عنديش 3 مليون. الغالب الله كنطلب المحسنين الله يجازيهم والله يدير بحسابهم والله يخلصهم. انا كنطلبوا غير خوتنا، ما كنطلبوا شي واحد خوت. والله يحفظ المالك امين، والله يخليه امين، شو من حالنا ويحن على الدراوش ويحن على اليتامى ويحن على المساكين. بالنسبه للدوار اللي كتسكني فيه انت شنو سميتو؟ دوار بالناصر الشمالي. دوار بالناصر الشمالي، الاسم ديالك مباركه. مباركه. المهم مباركه، نمره التليفون ديالك حافظاها؟ ما حافظهاش، وين كاين ولدي؟ واخا حنا غناخذوا النمره وغادي نحطوها فوق الفيديو. واخا غنديروها لك فوق الفيديو هنا باش الناس تتواصل معاك ان شاء الله، ونتمنى من الله يدير شي تاويل ديال الخير. الله يخليك. طلبوا ربي يدير شي تاويل الخير. والله يحفظ الاخوان كلهم اللي بغى يساهم معنا ان شاء الله يا ربي. امين مباركه. راه الموجود الله، راه الموجود الله. عندي الراجل مريض والدراري كلشي باقي صغير، ويديروا غير على وجهي وعلى وجه دوك اليتامى. يعني ماتت لك البنيه ديالك وخلات لك جوج وليدات؟ ماتت وخلات لي الولد والبنت. خوتي المغاربه، كنظن الصوره غنيه عن كل تعليق، كنتمنى من الله السلطات المحليه تاخذ بعين الاعتبار. علاش كنقولوا 10 المليون راه بزاف بزاف ايوب، بزاف 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 10 المليون بزاف. ودابا قالوا لي 3 ما عنديش، 3 حتى 3.5 تقريبا خاصك تصبر. ما عنديش، موجود الله يدير الله شي فراج، وان شاء الله نلقاو وجوه الخير. ودابا شوف هاي الدار دابا رايبه، ها شتيها؟ اه هاي رايبه، وهاد الشتا كلها الا جات الشتا كلها غطيح علينا، غطيح هذا كلها غطيح. في غنبات في الزنقه ان شاء الله ما تباتيش في الزنقه ويبان وجوه الخير وتقضى الغرض. الجيران ريبوك وبقينا غير حنايا الموجود الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.